السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا أحلى متابعين في الدنيا. لو أول مرة تشوفيني أنا أحلى أكلة في مطبخ سجدة. النهاردة حبيبي هنعمل الصابون السايل. كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة. طبعا رمضان على الأبواب ولازم نعمل كلنا حاجتنا في بيتنا، يعني نحاول على قد ما نقدر ما نشتريش حاجة من برة ونعمل حاجتنا في بيتنا. عملت 8 لتر من الصابون السائل زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بينظف الكوبايات والاستلس، يعني هدعك قدامكم الحوض الاستلس وهيبقى زي الفل، والألمونيا وكل حاجة في البيت. ده كمان مش بس وكده، ده كمان ساعات والله يعني بدعك بيه مشاية او يعني سجادة صغيرة او حفظة، بيخلي الحاجة والله زي الفل. هنستعمل النهاردة كمان مكون، المكون ده موجود في كل بيت، هنحطه إضافة على الصابون وهيخلي الحاجة بتبرق معاكم. شايفين الإزاز والحوض اللي استلس، شايفين النظافة، حاجة والله زي الفل. تشمي ريحة نظافة كده وانت واقفة في مطبخك، تدعكي بيه البوتاجاز او تدعكي بيه الحواض هيبقى زي الفل، تدعكي بيه البانيو بتاعك. كمان الإضافة اللي هنستعملها النهاردة هتوديه في حتة تانية خالص. نبتدي نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على الحبيب قلبك يشيب. هنا حبايبي معانا الكيس ده بيعمل 8 لتر من الصابون. طبعا احنا بنحط معاه اضافة جديدة موجودة في كل بيت، هتخلي المواعين بتاعتك زي الفل. ده موجود في الصبانة، ده ب25 جنيه، بيعمل معاكي 8 لتر او 9 لتر، بس انا عملت 8 لتر بس لاني بحب القوام بتاعه، ولا خفيف ولا تقيل. لو عملتيه 9 لتر هيطلع معاكي خفيف شوية. العبوة كان فيها كيسين، ده كيس دوت فيه المعجون ودوت الكيس اللي هي اللون الازرق بتاع الصابون. وهنا معانا ليمونتين، لو 3 او 4 ليمونات مفيش اي مشكلة، انا كان عندي الليمونتين دول فاستعملتهم. نبتدي بقى نجيب المكونات اللي احنا هنعمل فيها الصابون. هنا بقى معانا الجردل، البلاستيك ده مخصصاه للصابون وبس، بعمل فيه الصابون وبس، ما بعملش فيه اي حاجة تانية. هنزل بالمعجون محتويات الكيس كله، وهنا هنزل بالمعجون بالبودرة اللي هي بتدي اللون الأزرق للصابون. ونزلت بلتر مية فقط لا غير في الأول، يعني ما تنزليش بأكتر من لتر مية عشان ما يبقاش قوامه خفيف معاكي. هنبتدي بقى نجيب المعلقة الخشب، ولازم تكون معلقة خشب يعني مش بإيدك أو بأي حاجة تانية. الألمونيا لا يا جماعة. بنقلبه كويس عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات، وبعدين لما نيجي نحطه جوه مثلا الجيركن او الازازة ما يبقاش مثلا معاكي السايل خفيف من فوق، تقيل مثلا من تحت وخفيف من فوق، يبقى موحد كله. هنا نزلت بجيركن اللي هو البرسيل ده 3 كيلو من المية، ونزلت عليه بالليمونتين وبنقلب زي ما انتوا شايفين كده. يبقى انا نزلت ب4 لتر من المية تمام. وهنا كان حوالي لترين تاني برضو من المية، يعني انا بنزل بالمية بالتدريج ما بنزلش بيها مرة واحدة.
يا ريت وصلش لحد هنا، يا ريت اللايك، اللايك فضلا وليس امر، الدال على الخير كفاعله. هنا شايفين القوام بتاعه، القوام بتاعه جميل ولا خفيف ولا تقيل، وبعدين لما قعد كمان ساعتين كان قوامه كان اتقل من كده. بس انا ما بحبش الصابون يبقى تقيل زيادة عن اللزوم، عشان لما اجي احطه في مثلا في ازازة اللي هي بتاعة الصابون اللي هي المخرومة ينزل معايا بكل سهولة. هنا كنت زودت كمان 2 لتر من المية، كده حوالي 8 لتر من المية، وكده القوام بتاعه زي الفل زي ما انتوا شايفين. كمان ده كان تقل معايا لما سبته ساعتين، انا صورت معاكو على طول. هنا بقى يا جماعة معلش التليفون كان جاله اصابة عمل زي ما انتوا شايفين كده، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله جت سليمة. هنا انا كنت خلصته وزي ما انتوا شايفين كده عمل الكمية الحلوة ديت. يا رب النهاردة الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.